هذا باطل أو صواب. فكم من المسائل تجدها خلاف ما كنت أنت عليه من قبل بناء على الأحاديث المعلّة الآن والاستدلالات التي تظهر للعلماء والاستنباطات التي نسمعها من كلام العلماء. وهذا نعم. يأخذه لرفع الملام عن الأئمة. هذا دخل طبعا ورفع الملام عن إخواننا أيضا، لأن أنت طلبة في الكليات ما نعرف شيئا. ما في عالم يأخذ بيدك ويقودك إلى الأدلة ويدرس معك دراسة متأنية. لا، قبل كتاب سريع نهى الرسول عن أكل البصل، خلاص أكل البصل حرام. يا أخي في حديث ثاني يقول إلا أن يمات طبخا، في حديث ثاني، في حديث كل فإني أناجي من لا تناجي، يخفى عليه الجانب الآخر، فيبني على القدر الذي سمعه ويظن أنه محق. يعني والله يا إخوة، الله أذكر بعض إخواننا أخذ حديثين وبنى عليهما رأيا في مظهره. أخذ حديث البزادة من الإيمان وقال في تفسير البزادة الرصاصة في الهيئة، وأخذ حديث نهى الرسول عن الترجل إلا غبا وفسر غبا بيومين كل يوم، فاترك شعره إذا تنعك، إذا حتى شعره نام وتلخبط قال لك لا بعد يومين أبقى أشوف الموضوع، لسه اليومين ما فيلبس ثيابا مكسرة، يلبس ثيابا مكسرة غير مكوية، والشعر ما يعني الشعر سائر الرأس، ومعتقد أن هذا صواب لدرجة إن أنتم قد تتعجبون منها غير التعجب. إن واحد منهم سافر مرة من الدولة التي كان يسكنها، سافر إلى السعودية، فرأى الأخوة في السعودية في مكة كلهم نظاف، يعني لابسين لبس نظيف، الله جميل يحب الجمال، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فبدأ يأكل ملابس. تأتيني رسالة يقول فيها صاحبها إن لله وإنا إليه راجعون، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إيه الموضوع يا أخي؟ فلان أصبح يأكل ملابسه. الله، طب أين حديث البلد النبي؟ طيب أنا مطلبك بشيء الآن، إنك تحقق لي حديث البدادة من الإيمان صحيح ولا مش صحيح؟ أولا أول خطوة. قال صحاه فلان، قلت لا أنا أريدك صحيح.